أكد الجهاز الوطني للإيرادات حرصه الدائم على التأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك نظام الطوابع الرقمية. وانطلاقا من ذلك قام الجهاز بتنفيذ 183 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر يوليو، وذلك لضبط ورقابة الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب تعزيز نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها وتحقيق أقصى مراحل الامتثال. أشار الجهاز إلى أن الرقابة الفاعلة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة، حيث تم رصد 41 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، كما تم رصد بعض الحالات التي تعد شبهات تهرب من القيمة المضافة أو الانتقائية.